معايا رجال. يلا طبعا المباراه دي مهمه جدا. مجموعة حق الاهلي المباراه الاولى اتغلب صح كده؟ مجموعه النصر المباراه الاولى اتغلب. طبعا كل اللي بيتفرج يقول لك ابو بطل نصران، مع ان انا بحب الاهلي والله. يا رجال بفوزوا النصر عشان يشجعنا. يلا بدا يلا يا عيال. يلا يا لعيب العب يا لعيب العب يا لعيب صح ديان برافو النصر صح يا عيال برافو النصر احسن كمل رايد العب العب ولا شيء كمل 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 خف 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 برافو يا باسل صح يا عيال بدر صعب الصالة يا لعيب فوق العب ارجع للفار يا ابراهيم ارجع للفار ابراهيم كمل يا عيال تمام تمام عاش ابو التميمي كمل 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 هي يا راجل رايح فين انه تنفكام هكذا يعلن الغائبون عن عودتهم يا تنفكام هدف في الراس ورأس في الأهلي آخر العب طلال اسرع اسرع يا ولدي ها
ضربه وادي براب اجمد بقى تمشي امشي صح ابو حامد صح اسمع بقى حلوين يا عيال صح يا عيال يمشي يمشي التعادل يا الله ايه بقى براب يا عيال ابو صليلي التعادل طلعت قدام جول كنت أول عالمي أول مضمون كنت فارس نجد تاريخ وفعل جيت المنقى والضوء كنت أول عالمي أول مضمون روح ما تضيعش يا سعد هي رايق قول يا ابن اللعيبه احمد يا حسن يمين اكيد يسار كفايه طيب